سعيد، هو انت بتعمل ايه في الاجازه؟ النهار بقعد على القهوه وبالليل بروح السينما. طب ما تعكس. ازاي يعني؟ يعني بالنهار تروح السينما وبالليل تقعد على القهوه. بس هتعزمني على السينما؟ بس بشرط. واثق يكون عندهم علم. مين فيكم اللي طبخ النهارده؟ انا. تسلم ايدك. امال مين اللي كانت طبخه امبارح؟ هناء. اكلها ماسخ هناء. اصلها بتقلد وصفات التلفزيون. صفاء اختي قالت لك؟ قالت لي على ايه؟ ما انت عارفه صفاء. صفاء حاف كده؟ قصدي الأنسة صفاء. تيجي المحل كلها مع البيع والشراء. اشترينا ايه؟ بعنا ايه؟ لينا ايه؟ علينا ايه؟ انت خلاص ما بقيتش اوجي. يعني ايه؟ ابسط يا سيدي، عملناك شريك بالمجهود، ليك الربع وكل واحدة فينا ليها الربع، زيك زينا يعني. هيولد أصول، بس على فكرة الواد له قد البت مرتين. طب أرسل اللي جواك تاخد ربعين ليه؟ كنت ابن ابونا وامنا؟ هو ده بس الاحسان؟ يا نسوى فوق والله العظيم بهزر معاكي، هزار. انا قلت اتبسط معاكي. وبعدين يعني انا اللي عايز لا ربع ولا تمن. كل اللي انا عايزه ان ابقى في وسطكم وبس. ولو عايز يبقى لك ربعين مقدور عليها. دورها في دماغك وانت تاكل. بس انا مخي على قده لا مؤاخذة. يعني لو عايز يبقى لك نصيب فوق نصيب. ويا عالم هيكون نصيب اني واحدة. فهمت؟ بس يعني انت توافق عليا ولا ده ملعوب مني؟ يخرب بيت اهلك اذا كان ليك اهل، يا واد ما انا راضيه بيك من سنتين فاتوا، اوعى تنكر اللي بينا يا سعيد، والمخزن يشهد. انا ما كنتش اقدر اقول لا. ولا انت ما كنتش بتتبسط؟ بصراحه انا كنت بتبسط عشان انت مبسوطه. اه يا دلالة زي القطط تاكل وتنكر. اسمع منك جوابك النهائي. اسمع مني في المخزن. مش في المزاج. انا اللي اقول اه وانا اللي اقول لا. سعيد ما تخلينيش احطك في دماغي. يا ناس صفاء مفيش فوضى، يا دوب اخلص من زبون الاقي التاني. اساعدك بس نخلص من الفوضى دي والحاجه اللي ملهاش لازمه ندخلها المخزن. تعالى ورايا على المخزن. ده ايه مكركب هو راخ؟ عن اذنك. ساعات لما بيبقى شغل مريح بنزل باب المحل نص واختفي نص ساعة. وهنا مش حر عليك؟ لما بيكون الجو حر بدخل المروحة.
رايك يوم الاجازه نرتب المخزن سوا؟ اعملي معروف يا مصطفى، خلي الاجازه اجازه. اه انا نسيت انك عندك معاد في السيما. لا حول ولا قوه الا بالله، دي بنت صغيره وتخاف علينا لما تروح لوحدها، وبعدين انا اشترطت موافقتها. عشان كده انا استجدعتك. انت فاهم الحكايه؟ اللي هتتجوزك دي هتبقى هي البرنجي، على اعتبار يعني انك انت ماسك المحل وروحنا في ايدك وكده. تسمع مني الكلام المظبوط بس يفضل سر. يا سعيد ما انا صرحتك بكل حاجه، يعني عيب لما تشك في اخلاصي والله. صفاء ما تنفعنيش. اكبر مني بكذا سنه وبعدين مش حلو، وانا ما نفسيش اقول ايه. حلالك يا حلالك. طب وفاء ايه اخبارها عندك يعني؟ ما اختك كنت عارفها اكتر مني. وفاء اختك دي عامله زي الفرخه الصنفرات فاشل وجديده بصراحه، البعد عنها غنيمه. لما انت البرنسيسه بتاعتي سرعة عشان أمورنا تمشي تمام التمام. طبعا أنا كده على فكرة هتأخر على السيما. نروح السيما يلا. ما بدري. ايه يا حلو، انت يا اختي هتخش تسيب الباب مفتوح؟ اه نسيت خالص.